لمزيد من التفاصيل نرحب بمراسلة المشهد سالي ببكر من ولاية نهر النيل. إذا سالي، لو تطلعينا على أبرز هذه التطورات الميدانية والإنسانية في ولاية الجزيرة. نعم صحيح مالك، يعني دعني أبدأ لك من ولاية الجزيرة، هي التي يعني منذ قرابة الأسبوعين تقريبا والمدنيون يعيشون أوضاع إنسانية صعبة جدا بسبب يعني الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع في حق المدنيين من أعمال قتل وأعمال نهب وكذلك انتهاكات أيضا جنسية وغيرها، كذلك أيضا إخلاء قصر للمدنيين من منازلهم من عدد من المناطق من قرى ومدن في شرق بالتحديد ولاية الجزيرة مؤخرا، وهذه المنطقة التي كانت هي تعتبر أفضل حالا عن غيرها من المدن بعد دخول قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة وسيطرتها على المواقع الاستراتيجية والمدن الرئيسية فيها، إلا أن يعني اختلف الوضع بعد انسحاب أحد قادة قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة أبو عقلة كيكل وانسحاب عدد من مستشاري قوات الدعم السريع، اختلف الوضع تماما وأصبح هنالك انقلاب على يعني المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، وهنالك هجوم او يمكن ان نصف بالاصح هنالك هجوم متكرر من قبل قوات الدعم السريع على عدد من المناطق والقرى في شرق ولايه الجزيره، وعدد من المناطق هي ايضا لا زالت محاصره وسقوط اعداد كبيره جدا من القتلى ومن الجرحى وعمليات نزوح مستمره من هذه المناطق نحو مناطق اخرى بحثا عن الامام، منها ولايه الجدار في شرق السودان وولايه كسلا وكذلك الى هنا ولايه نهر النيل، هذه المناطق التي الان ربما هي اصبحت مكتظه باعداد كبيره جدا من المدنيين وسط اوضاع إنسانية صعبة جدا، كذلك يعني منطقة عدد من المناطق منها منطقة الهلالية في شرق الجزيرة أيضا هي محاصرة منذ 10 أيام، البعض من المدنيين الذين لا زالوا باقين فيها يعني عدد منهم استطاع الخروج وسط صعوبات كبيرة جدا ووسط حركة محفوفة بالمخاطر، والبعض منهم لا زالوا باقين يعني محاصرين داخل هذه المنطقة لا يستطيعون الخروج منها وانقطاع للمياه والغذاء والدواء وللكهرباء وكذلك لشبكات الاتصالات حتى لا يستطيع أهاليهم التواصل معهم. نعم شكرا لك مراسلة المشهد سالي ببكر من ولاية نهر النيل على جميع هذه التفاصيل.